ينضم إلينا وكيل الأمين العام للتعمير والمشاريع في أمانة حفر الباطن المهندس صالح الشمري. أهلا بك معنا مهندس صالح، وأهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، يعني كيف تعاملت أمانة حفر الباطن مع موسم الأمطار؟ الله يحييك أختي الكريمة، وصب عليك وعلى جميع المشاهدين بالخير. والحقيقة أن أمانة حفر الباطن وضعت خطة طوارئ للتعامل مع جميع الحالات المطرية، وذلك من خلال فرق ميدانية موزعة بالطرق والشوارع الرئيسية والأحياء، مزودة بالمعدات والآليات، حيث شارك بتنفيذ الخطة أكثر من 600 كادر بشري ما بين مشرفين ومراقبين وعمالة، بالإضافة إلى أكثر من 260 معدة وآلية، والتي نجحت بفضل الله بتصريف أكثر من 3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار. كما أود أن نوضح إلى أن تنفيذ هذه الخطة محل اهتمام ومتابعة ميدانية من قبل صاحب السمو محافظ حفر الباطن وسعادة أمين المحافظة، سعادة أمين محافظة حفر الباطن، الذين يتابعون ويقفون ميدانيا ويقدمون كامل الدعم والمساندة لإنجاح هذه الخطة، أيضا بمساندة ومشاركة زملائنا بالجهات الأمنية والمرورية والدفاع المدني. نعم، لكن يعني ماذا عن مشروع تصريف مياه الأمطار؟ نتحدث عن مدة المشروع، موعد الانتهاء، أيضا طول المشروع ومعلومات هندسية. الحقيقة أن المشروع لا يزال تحت التنفيذ، والذي تبلغ تكلفته تقريبا 541 مليون، ومتوقع الانتهاء من تنفيذه بإذن الله تعالى بعد 14 شهرا بإذن الله تعالى. يبلغ طول المشروع 23 كيلو متر، يتكون من عبارات صندوقية بأعماق 2 متر وعروض مختلفة تبدأ من 2.5 متر وحتى 12 متر، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق الواقعة على المشروع. نعم، إذن كان معنا وكيل الأمين العام للتعمير والمشاريع في أمانة حفر الباطن المهندس صالح الشمري. شكرا لك مهندس صالح.